لنحمي أنفسنا من الكوفيد-19 ونتجنب العدوى. إنه من المهم معرفة الكوفيد-19 والمسمى أيضاً بالفيروس التاجي المستجد كورونا فيروس والعمل على تجنب العدوى لتحمي نفسك وعائلتك. ينتقل هذا الفيروس عندما نتواصل مع شخص مصاب. تجنب تقاسم أغراضك الشخصية مع الآخرين، احرص على تنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي تلمس كثيراً. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك دون أن تكون يداك مغسولتين. احرص على غسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام المطهر الكحولي. التزم بالبقاء في المنزل وحافظ على صحتك وصحة من تحب. ابقى على طلع بآخر المستجدات عبر زيارة مواقع الهيئة الصحية لولاية أوريغون أو عبر الاتصال بالرقم 211 للحصول على مزيد من المعلومات.